اعتقد كان ليه بصمه عليك على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني كمان. يعني احكي لنا الفتره دي عدت عليك ازاي. الكابتن ايهاب يعني هو بالنسبه لي مش مجرد مدرب، لا هو يعني زي والدي بالظبط، مش كلام. يعني ليه فضل عليا كبير جدا جدا جدا، من هنا للسنه الجايه مش هقدر اديله حقه. بصراحه يعني افادني كتير جدا، استفدت منه كتير وتعلمت منه حاجات كتيره جوه الملعب وبره الملعب. نفسيا بيتعامل معايا مع اللعيبه كلها صراحه يعني، بس معايا انا خاصه يعني. حتى اللعيبه كانوا بيقعدوا ابوك ها يقول لك ابوك بالظبط، انت عارف يا كابتن ده ابوك صح بالظبط. فانا بصراحه بحب النوعيه دي من المدربين. وفي لعيبه يعني محتاجه الحاجات كده، يعني الحاجات اللي زي كده يطمنهم يعني نفسيا يعني. بالظبط نفسيا يعني. هو اللعيب اصلا اللعيب المهاري عموما او اللعيب اللي بيحب الكوره او اي لعيب عموما لازم تتعامل معاه يعني كمدرب، لازم نفسيا يكون اول حاجه بالظبط، يكون واحد مهيئ نفسيا ان هو عشان يدي في الملعب. دي حاجه رقم واحد ونبي في كل الشغلانات كده برضه. بالظبط والله مش في الكوره بس، لا مهم كمان في الكوره عشان يمكن احمد كمان مهم جدا، لان اللعيب بيبقى تحت ضغوط كبيره جدا. بالظبط. والضغوط ديت لما بشكل من الاشكال اللعيب عنده ضغوط في الملعب، عنده ضغوط اسريه، عنده ضغوط فنية، فهو لو المدرب ما اشتغلش مع النقطه ديت مش هطلع منه حاجه. بالظبط. يعني دي نقطه مهمه جدا، انا عارف ان ايهاب جلال بيشتغل عليها بشكل كويس، وسامع كمان ان فايلر بيشتغل عليها بشكل كويس. يعني ممكن بالظبط انا في حوار بينك وبين في الكلام فعلا كنت لسه اقول لحضرتك ان مستر فايلر يعني